قول يا عاشقين النبي حب النبي ديني أتانا بالقرآن حجة علشان ما يبقلناش حجة يهدي العقول المعجة وكلنا دستور وأساس لما صدر نور الإسلام في الدنيا عم بقى السلام والدين حضر الله الإسلام الطوائف والأجناس اسمع وشوف فعل الدنيا في قصة عن سامي وسامية اسمع وشوف فعل الدنيا في قصة عن سامي وسامية أسوم عذاب وقاسي والبحر ما بيرحمش الناس من سور سامي الناس ظلموا حتى الايام لم رحموا وماتت امه هي ابو والناس على الدنيا انفاس لجا الى خالو عمه لا نصب خالو ولا عمه لجا الى خالو عمه لا نصب خالو ولا عمه نهبوا مراسم نبوه وسابوه لا بيت ولا مراس فتح عيونه على الدنيا ملقاش حبايب في الدنيا وفين يلاقي الحنية وابوه وامه راحوا خلاص وحي وتركوه طفل لا يفقه شيء فبعد ما كبر سابوه لعمامه واخوانه كانوا ناس ظلمة على ما كبر سامي لقوا لقى نفسه ملوش اي شيء نهبوا مراسه وبيته وقاموا طاردينه في الشوارع فالعهد ده لا فيه ملجأ يتربى فيه ولا حد من عيران البرادي يسأل عليه فمش اليتيم وهو يبكي والدموع تسيل على خديه مش الولد في الشوارع مين اللي راح يقوي في عهد ما في الملاجئ ما حد راح يحمي حايل مجر ربنا هو اللي بيراعي
ناسة وقلوب عليه النوم، والأرض كانت فرشته وكان السماء مغطيه. فتح الشباك لقى طفل صغير نايم وغرقان في النعاس. وحي دخل بلد من البلاد بالليل والدنيا برد جدا، وجه جنب بيته وراح جاي جنب الجدار كده ونايم. شاءت الظروف وصاحب البيت ده راجل من الناس الصالحين اللي كان بيصلي الوقت بوقته. دلوقتي الواحد بيلاحظ في شهر رمضان بنلاقي المسلمين بتهتم بالصلاة قوي، وبعد ما يخلص رمضان نقوم واخدين اجازة مفتوحة 11 شهر.
حافظ، نبقى اما يجي رمضان نبقى نصلي. فالشيخ عرفان قام صلى الفجر، وبعد ما ختم الصلاة متعود الصبح كده يقرأ جزئين من القرآن الكريم، فبيفتح الشباك فلمح بعينيه طفل نايم جنب الحيطة والجو برد قوي. سبحانك يا رب، بتبعت البرد على قد الغطا. نزل جاي الشيخ عرفان من البيت، راح للوادي المسكين اللي نايم. الشيخ عرفان جنبه، انت يا ولد يا حبيبي يا ليلي. صعب عليك الولد ام راح يبيصحي، فتح عيونه وكان الحزن مال عني. فقال له قل لي يا حبيبي نايم هنا كده ليه كده ليه، تايه من امك وابوك تايه من امك وابوك. قال له الولد ابدا اللي ابوه وامه ماتوا ما يدورش حد عليه. رحمة وإحساس مسخ قده من التور.
وفتح له الباب وقال له ادخل يا ابن الناس. حمه ولبسه لبس جديد، حمه ولبسه لبس جديد، فرح الولد بقى يومها سعيد، وزوجته بقت تقوله تعيد. حشله في عينيا وعلى الراس، سألهم وقالهم اسمك ايه؟ قال اسمي سامي. قالوا ليه؟ سألهم وقالوا اسمك ايه؟ قال اسمي سامي. قالوا ليه؟ ده اسم بنتنا حيضاهي، سامي وسامي يا ولادنا خلاص وحي. اتفضل يا ابني. خدوا من ايديه ودخلوا البيت، وزوجته كانت نايمة. انت يا مدام يا دومة اصحي، تصحبة الولية لقت عيل غريب، قوم بسرعة شطة فيه وهاتله افطر ولبسيه ملابس كويسة. حاضر. كان زمان الراجل بيقدر ينفذ كلامه على الست بتاعته، دلوقتي الواحد منكم ما يقدرش يخالف. لو خلفها تقول له اركن يمينك وهات له الرخص يا معلم، مش ممكن. قالوا ليه راحت مشططه الولد وكان يتيم لكن شكله جميل، ف بتقول له اسمك ايه يا شاطر؟ قال لها اسمي سامي يا ستي. فبصت له كده وضحكت، قال لها بتضحكي علي عشان يتيم ولا شكلي وحش ولا اسمي مش عاجبك؟ قالت له يتيم. حضرة النبي يا سامي اتولد يتيم، وبعدين اسمك حلو، انا بضحك لسبب، ربنا ما رزقنيش في الدنيا دي كلها الا بنت واحدة واسمها سامية، فانا هعتبر اني انا خلفت سامي وسامي. بس الجدع بقى يا واد اللي يحافظ على الامانه. وبصت له كده وقالت له يا سلام، شوف يا شيخ عرفان، شوف عيون الولد، شوف رمش عينيه، رمش الغزال يا انا ميله يسام انا، رمش الغزال يا انا ميله يسام انا، خدنا على اخوان اهينا عشان نفصله. خلوه زي ما كان، صلى على الرسول. سامي نشأ معاهم في غاية من الأدب والكمال، نشأ الولد أحسن أخلاق، وكلامه كان عذب وترياق، وجماله سبحان الخلاق، جمال طبيعي صنع الله. وأما سامية ما زي حد ولا بجمالها أبدا حد، وأما سامية ما
فوق الحد وقدهم الاتنين مياس. ولما كبروا سامي وسامي وعرفوا ايه سر الدنيا ولما كبروا سامي وسامي وعرفوا ايه سر الدنيا شربوا كاسات الحنية وحسوا بالحب الحساس وحطيت كبر سامي وكبرت سامية وسامية حبت سامي لأدبه ولاستقامته وسامي محب بس مش غادر يبوح. هي تنتظر منه إشارة الواد تقيل قوي فخلته قاعد في ليلة كده لوحده وجت قاعدة جنبه وباحت باللي في قلبه. باقي الحبيب للحبيب بالهوى بالهوى باقي الحبيب للحبيب بالهوى. مش طايلك مش ممكن اوصلك لو حتى بيها امي قالت ليه ما تعذبنيش وقول بحبك ما تخبيش. قالت ليه ما تعذبنيش وقول ده انا في هواك حموت وحعيش سيبك من الحب الوسواس فقلب حبك والوعد العين ما تعلاش على حاجة. قلب حبك والوعد العين ما تعلاش على حاجة خايف من ابوك وبحاسب لا يجي في يوم حبنا ينداس. ولما ابوك يدرى الزاد ازاي يا سامية هجاوبه ازاي. ولما ابوك يدرى الزاد ازاي يا سامية هجاوبه ازاي. هيكون جزائي يشوف ازاي هيطردني من البيت وخلاص. ابوك مية في المية استكترت برضو علي. ابوك مية في المية استكترت برضو علي ويقول لي ويجرح فيا وانا خدا يا دم واحساس وحيد. ايه يا سامي انت بتكرهني؟ الله اكرهك ازاي بحبك قوي بس العين ما تعلاش عن الحاجة. ابوك راجل غني وجابني من الشارع فلازم يشوف لك حاجة تليق بكرامتك. لكن انا لو على حد لو ابويا عايش او امي عايشة وعندي قراطين الحقيقة كنت قدرت اقول له ان انا بحب بنتك شوية والباب يخبط. مين افتح يا سامي ده انا بابا. عن اذنك احسن بابا جه اما تفتح الباب. ودخل الراجل
وقف سامي لوحده قول اه حبيبي جنبي ومحروم منه وقال لي ابقى انسان وحقي في الحياه مهضوم حتى اللي بيحبني انا منها ومحروم زي ما هو ليه ليه يا هو حتى اللي بيحبني انا من هواك محروم قاعد معايا وبعده بين سما فشك في اليتيم اقعد يا اخ اقعد يا سيدي اهو اقعد يا جماعه اللي كله ده المسرح اقعد يا حبيبي فنادى على الولد خد اقعد يا سامي قال له نعم نعم يا بابا قال له بابا وانت عملت حساب لبابا ولا الماما قال له في ايه يا بابا ايه اللي حصل قال له انت انسان خاين وحش قال له انا عملت ايه يا بابا سرقت حاجه قال له كان اشرف
حد قال لحضرتك ان انا بحب واحدة بره؟ قال لي يا ريتك حبيت واحدة كنت جوزتها لك. اللي حضرتك بتشغل سامية؟ قال له انا مظلوم يا بابا. قال له ايه اللي يثبت لي ان انت مظلوم؟ قال له الايام. القاضي بيحكم على الواحد بالاعدام والانسان بيستانف ومقبل. ما يصحش ابدا تحكم عليا بالاعدام من اول جلسه. اذا لقيتني في يوم من الايام بكلم بنتك كلمه خارجه او براعيها بعين وحشه، انا اللي بحكم على نفسي. انام على الارض وتجيب السيف وتقطع رقبتي. وبكى سامي لانه شريف، وقال له عمري ما فكر في اللي مش ليا، ولا عمر اخونك ويمشي اشي الظنون فيا. كل شيء عني ساعتها تبقى تقابلني وتوثق دائما فيا. قال له عمري ما بص لفوق، وليه اجيب لي شوق على شوق؟ وليه اجيب لي شوق على شوق؟ وليه انا ابقى محقوق لما الهوى يشيل الكاس؟ ازاي يكون قدامي ورد والشوق مانعني عن الورد؟ ازاي يكون قدامي ورد والشوق مانعني عن الورد؟ وحريم ما بص الى الورد ولا من عبر اخد انفاس. ولما سامع عترف فيه قعدت تقول له كلام غريب، تستعطف وتتوسل بيه. وابوها كان سامع الاحداث، سمع لسامي وهو بقول خلينا اخوات سوا على طول. اطمع في حبك مش معقول، ده انا ليا ناس وانت لك ناس. وحد سامي لما طلع بريء الراجل مسك بنته عذبها، فقال يا طول ما انت موجود هنا الراجل ده مش هيبطل شك في بنته. الليله دي بعد ما يناموا خد بعضك وتوكل على الله، والراجل ده يشكر انه ربك لما بقيت راجل. لكن قبل ما يمشي بص لساميه وقال عذاب حبيبي امامي اصعب من طلع روحي، ازاي اسيبه في عذاب ولا فذغ روحي؟ اصعب من طول روحي، ازاي اسيبه بعذاب وعلى على 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 فدى روحي؟
الظلم ده مرضاه لنفسي ولا الروح، احسن طريقة اسيب البيت انا وارحل وضحي حبي فواه وافدي افدي روحنا لروحي. سمعت كلامها واتقتل ابوها عرفان واتنكت، لا شامع على كم بلد، وبنته كانت هي الاساس. عرفان بدأ ينصح بنته لما غلط عزب بنته، وكل يوم يضرب بنته تقول بحبه بحبه، خلاص بقى سامي قلبه يتقطع لما يشوف ولا يسمع عزب حبيبته وبتوجع، لكن قدر على نفسه ده اسمع سبب القلب مجروح قوي ولا بيتظلم بيحبنا ولا بيتكلم، وحبه كان غير حب الناس، فلما شاف حب يا بيزيد وهو حبه إليه شديد، وابوه قاسي قوي وعليه فقال لابد اشوفني خلاص، امري الى الله ده انا همشي واللي على الديني راح يمشي، امري الى الله ده انا همشي واللي على الديني راح يمشي، وبدام الناس ما بترحمش والمسكين دايما يندس وحي. خرج سامي بالليل هما نايمين ومش لاقي له حد يعينه وحداني، هو ماشي في الضلمه كده بكى على نفسه وقال ايه، بيقول يا عيني علي اقضي العمر وحداني، عيش مغذب ويا ما يقاسي ويا عاني، ما حد يحسب حسابه وهو مش جالي، ليه ليه بس نحنا اتخلقنا كلنا من طين، اما الغنى والمتاع الدنيا دي فاني. Thank you.
حد يحسب حسابه جوا مش جاري. ليه 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 بس دخلنا اتخلقنا كلنا من طين. صبحنا عليك الناس يا ربي أول وعلي وأوض اللي راح مني ومن حبيبتي ما تحرمني ومن حبيبتي ما تحرمني بجاه نبيا خير الناس يا ربي يا مجمع الأحباب أشوف حبيبي بعد إياك يا ربي يا مجمع الأحباب أشوف حبيبي بعد غياب وأنا على عهد الأحباب حكون أمن دلالي أساس ربنا تقبل منه دعاءه اللي صبر منه وعبى المطلوب منه على رزقه يشعب كل حماس وحي. كانوا ماشي لما وصل عند رجل فك هالك السلام عليكم يا عم. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له أنا عاوز أشتغل عندك ولو صبي أكل وكسيني بس يا حبيبي. قال له ماشي يا ابن انت اسمك ايه؟ قال له اسمي سامي ماليش أب ولا أم. لوجه الله يا عم تاخد بك. قال له أو يا ابنك. الراجل دخل سامي دخل عند الراجل كأن الخير كله دخل عليه حبه. مرت سنة ربنا فتح على سامي وعمل دكانة كده على قده. بعد ما مر 3-4 سنوات باب السعادة فتح له وبقى غني. بنى فيلا بوستان جميل ولبس الحرير بعد الخيش ورفع ايديه الى السماء وقال له يا رب ناقصنا حاجة واحدة بس في الدنيا حبيبتي. بعد ما لبس الحرير ركب جواد وراح على بيت عرفان وخبط على الباب. مين؟ قال له واحد ضيف يا ست اللي جوه. قالت فتح له الباب فلقاها واحدة عجوز كده مش هي. الله عاوز مين يا بيه؟ قال لا عاوز عم عرفان. قولوا له واحد ضيف عاوزك. قالت له عرفان ده مين يا استاذ؟ قال لها ابو سامي وانا غلطان عن البيت ولا؟ قالت له لا ده بيته بس كفيك الشر يا بيه. ظلم واد يتيم اسمه سامي واستكتر عليه بنته ساميه فلما سامي هرب بالليل كانه خد الخير كله معاه. الراجل بعد ما كان بيصلي ترك الصلاه شرب الخمر مشي مشي بطال لما شطب على كل شيء وما نعرفش حتى عايش ولا مات. وقف سامي قال له يا رب يا ما اكلت عيش وبلفه في المكان ده نفسي ارد الجميل للراجل اللي رباني. وبكى على نفسه وقال على راي المثل على ما اجي افرح ما لقيليش مطرح. وقف يبكي على عتبه باب بيت عرفان وقال لك يا زماني كده دايما تعاكسني
مشي في البيت مشي في البلاد. يا رب اجبر بخاطره وليهم يا رب. كل ما يمشي ما يلاقيهمش. فقال له يا رب انا هروحه كانوا عايشين بقدرتك وعظمتك تبعتهم بسرعة. نرجع لعرفان ولسامية صباحهم في يوم الصبحي لقوا سامي مشي في الفجري. لما لقى حبه بينداس لما ابو سامي احتقره وعدا والقوي بنظره واللي ظلم ربنا ظلمه والظلم لم يرضى لينا. بكت عشانه سامية كتير عملت يابا ذنب كبير ولي حبيبي بتسيب يسير لمس شرطي اي مساس ان كنت بتعمل كده علشان انا فاكرك وانسى ابدا احب ولن انسى. لما اموت واروح الاقدس واحد تدعو ماشيين ايام وليالي. لما وصلوا عند الفيلا اللي ساكن فيها سامي بالليل قال لها سلام يا سامي. شوف الناس اللي قاعدين في الفيلا واحنا نايمين في الشارع. قالت له يا بابا الافتراء وحش. الواحد ما يصحش يامن للدنيا ابدا. لو انت جوزتني للواد اليتيم ما كانش ده حصل. قوم خبط لنا على البيه ده يمكن يحن علينا برغيفين عيش ولا حاجه. قال لها ده باين عليه بيه. هاي اوى خبط ازاي دلوقتي؟ زمانه نايم مرتاح اصبري للصبح بقى. فانا كل ما اقول لك انا جعانه تقول لي اصبري. وبكت سامية وقالت منين اجيب صبري اصبر بقى على حالي الصبر مني انت جا خالص وسقى حالي. سألت من شيخ وعالم وقلت احكيلي على حالي سند الكتاب من يمينه والتفت قال لي اصبر تلول الرضا والسعد طوالي. شوف اللوحة هيكون ازاي بقى. يا سلام سامي الراجل معوده من الصغر انه يقرأ القرآن الكريم. ففي هذه الليلة قام سامي صلى الفجر ورجع وقعد ماسك المصحف وبيتلو في القرآن الكريم وبينظر بعينيه فلقى ثلاثة نايمين فكروه بأيام زمان. فقال له يا رب انا كنت ببحث على اتنين حريم وراجل اما لو يكونوا هما. ونزل جري الراجل نايم نعسان. ومراته نايمة وسامية نايمة بس مبحلق عليها كده. فسامي بص لها كده وقال لها تعالي. قامت قايمة كده تعالي يا سامي. قامت راحت تبص في وشه. الله سامي قال لها بس ما تزعقيش سيب ابوك ينام شويه وتعالي اما نتمشى في الجنينه. قالت له جنينه ايه؟ لا الفيلا دي بتاعتك. قال لها ماليش ملك عندكم. الله وبقيت في العز ده اتجوزت. قال لها انا ده لو واحد غيرك كان مشيني. قال لها شرط ما تقوليش لابوك ان انا سامي دلوقتي. قالت له ليه؟ ما نقولوا له بقى خلي المأذون يجي وننتهي وخلاص. من يومك وانت تقيل لما هتضيع عمرنا هدر. انت يا عم انت يا ستة اللي نايمة اصحى يا ست الحاج. سيبنا يا عم نايمين تعبانين. قالوا اتفضل عندي يا عم اكلك واكسيك وابسطك. سامي تعرف ايه يا سامي؟ قالت له ولا شفت يا بابا. جايز عشان كرمنا سامي زمان يمكن ربنا يكرمني. ودخلوا
يعطيه الطعام الملابس الحلوه اللي بيلبس منها سامي يلبسها. فهو بياكل كده بيقول لي يا عم عرفان انت كنت فقير من الصغر ولا الفقر ده موديل جديد؟ قال له عشان ظلمت واد يتيم به اسمه سامي. الواد ده زي ما تقول خرج وخد الخير كله معاه، الله يرحمه كان مات وصبحه بالخير كان عايش. قال له ليه؟ قال له طلب بنت ساميه وبعد ما جبت ربيته في الشارع من الشارع استكترت ازاي ابقى راجل غني واجوز بنت الواد فقير زي ده، فربنا اديبني قوي. وبكى الراجل قال له تبكي ليه يا عم عرفان؟ قال له انا كنت فاكر بان الدنيا حتدملي وكنت بمشي وكل الناس بتقوم لي طموحي خالص على الدنيا وزاد املي، ولما راحت في غمضة عين رجعت اقول الدنيا دامت لي مين لما حد
غلطة واحدة جرت مني ضاعي جميل كله مني وديني زي ما انت شايفني مدت ايديا لكل الناس قال له سامي ولا يهمك قال له سامي ولا يهمك لازم جميلك هيعود لك اسمع كلامي ولا يهمك سيح الهموم وسبات من اليأس وخر يومين ثلاثة أربعة وقال له عن إذنك يا بيه تشكر قوي قال له عن إذنك إيه ما تمشيش قال له ليه قال له الجنينة دي تعجبك والأوضة اللي فيها قال له ليه قال له تسقيها وتوضبها كويس وتشتغل عندي بالشهر سامي يعني قالت له لسه فيك شغل شهر قال لا لا بس اسكتي بقى شوف أبوك هيرد يقول ايه قال له يا بيه والله انا اما اشتغل في الزلط حتى احسن مشحك اشكر يا بيه يعني موافق ان انت تشتغل قال له ايوه فلكت سامع عشانك الدنيا ايام الراجل ينتظر انه يشتغل مش موافق سامي انه يشتغل قال له قولي لي يا سامي انا قلبي حاسس ان البيت ده يعرفني قالك يا سامي قول له ان ما كنتش هتقول لي بتكرمني كده ليه حاسب لك البيت ورش هو جايز يقول لك على اسمه يا بيه قال له لا قال له انت تشكر قوي بعد ما قلت لي هشغلك ما شغلتنيش مال كتير كسوه عظيمه بتكرمني كده ليه انت تعرفني ما قلتليش انت مين انا حمشي واسيب البيت دخل سامي قلع الملابس بتاعته ولبس الجلابيه اللي كان شايلها له اركان زمان وقال له اديني حاجه لله قال له يا جدع انت روح انا معايا حاجه ده انا زيك بس باجازه استنى لما يجي الراجل صاحب الفيلا يعطيك قال له اتامل في وشي قوي يا عم عرفان شوفنا انا مين سامي قال له سامي هتجوزني سامي قال له يا خبر ابيض لكن انت سامي من فاتة ومش عاوز تقول لي بتشاورني لسه ان انت تتجوز سامية سامي وسامية خدوا بعض بالاحضان وسامي قال لي سامية بحبك قالت له قولها كمان يا رب فرح وهني زينا الخلان يا رب منه حبيب ما تحرمش منه وكانت معايا عظيمة وكل شيء لأوان حبيبي يا عسل يا بدر عسل
السابع، كل عام وأنتم بخير. وبهذا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.